قسما بالصدر مع أضلاعه وفتاة صارم الهاوي اليدين قسما بالرأس من فوق القناة يقرأ القرآن بالصوت الحزين قسما بترب الطف والترب الذي ضم في الأحشاء جثمان الحسين شو تريد بهالأقسام بحسين ردني أو أمتني أريد أروح له يا إلهي بحسين ردني أو أمتني فقد ازداد الحنين هلا عيده وانت مشتاق وانت تبكي ادعو ادعو اها بحو يا إلهي يا إلهي بحسين لحسين ردني أو أمتني فقد ازداد الحنين كل ما أوصل حضرتك يا ابن الأطايب أذكرك مرمي على حر التراب بعد بعد حط ايدك على قلبك حط ايدك على قلبك وراوة راوة قلبي متلهفة اتمنى بس لأرض الطف سافر امشي واسمعها خدامك يقولوا لي تفضل سجلنا ابو علي سجلنا سجلنا مشيايا سنه يا ولا عود 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 ممنون على راسي قلبي متلهف اتمنى بس لارض امشي واسمعها خدامك يقولوا لي بعد مشتاقين بعد ما اعطيك بعد ما تقصر ادريبك ادريبك ان شاء الله ما تطلع الا وحبيب سجلك والزوار يا الله والله الكربلة من بعيد نريد نروح عنايا نعوف الاهل والاوطان ونمشي يقول باربعين الناس تقصد للحسين بالملايين اش كثر مشايا وانا ودي وياهم اروح امشي وبيدي اشيل الراية ودي انا اوصل للحسين ودي انا اوصل وارثم الشباك وابكي بحضرتك انا يا ربي اش ذنبي واش جدي حتى تحرمني يا رب زيارتي جيت للماتم ودمعاتي جريه أقسم عليك بأمك الزهرة الزكية سجل زاير بو علي في الغار